اما بالنسبه للتمبورال سميشن هم راح احصل انا على سترونج نيرف امبلس، بس شلون؟ انه نفس الفايبر ذا سيم فايبر تو ذا سيم فايبر ديسشارج امبلسز رابيدلي سريع وريبيتدلي، فهمنا راح احصل انا على سترونج ريسبونس. راح احكي هون على بروباجيشن اوف اكشن بوتنشال، شلون راح يصير بروباجيشن اوف اكشن بوتنشال؟ انتبهوا علي، هذا النيرف، هذا نيورون، نفرض هذا هو يعني النيورون، هاي السيل بودي والدندرايس، وهذا الاكسون اللي هو راح ينقل الاكشن بوتنشال الى النيرف تيرمينال، ما تمام؟ زين، نحن ايش عم نغشع بهاي الصوره؟ انتبهوا علي ايش عم نغشع. هون انا ايش عم اغشع؟ هذا الاكسون، هذا الممبرين، من برا positively charged، من الداخل negatively charged. هاي نحنا شرحتوها بالمحاضرة السابقة عشان يصير generation of an action potential. أنا اليوم راح أحكي على propagation of action potential. صار عندي action potential، زين شلون راح يمشي هذا action potential ويستمر يصل إلى nerve terminal؟ هذا المقصود بالpropagation of an action potential. النيرف سيل ممبرين، هذا الممبرين، the nerve cell membranes are polarized at rest، تمام؟ The outside دخلوا علينا positive والinside negative، هاي متفقين عليها، هاي معنات polarized at rest. With the stimulus of enough strength is applied to the axon, an action potential will be generated at the site of stimulation. يعني أنا جبت stimulus applied to the axon هوني، تمام؟ إيش راح يصير إذا كان stimulus strong enough applied to the axon؟ راح يصير عندنا هوني generation of an action potential at the site of stimulation. دحكوا علي أنا هوني خليت stimulus، هوني صار action potential، بينما هوني بعد ما صار. ليش؟ لأنه أنا خليت stimulus على هاي المنطقة من الأكسون، فصار هوني generation of action potential at the site of stimulation causing polarity to be reversed. إيش معنات causing polarity to be reversed؟ معناها أنه ال inside راح يصير positive وال outside negative بأي المكان. تبغوا أرجع أعيدها؟ أنا إذا خليت stimulus strong enough على هاي المنطقة من الأكسون، إيش راح يصير؟ هوني البولاريتي will be changed. ليش؟ لأن راح يصير هوني action potential بهذا السايت. إيش معناته يصير action potential؟ معناته أو إيش معنى هوني؟ معناته أنه هذا من الخارج نحن متفقين outside the membrane هو positive والinside negative. من أنا خلي stimulation وحصل على action potential، البولاريتي مال هذا الممبرين راح تتغير، راح يصير ال outside negative والinside positive. إيش معناته؟ معناته هوني لأنه فتحت الصوديوم channels فوتت لي الصوديوم اللي هو positively charged دخلته إلى داخل الممبرين، ما تمام؟ فمكانه خسرته شحنات من الجبانة، مكانه راح يصير سالبة، ومن يدخل إلى هاي من برا وداخل السيل ممبرين راح يصير موجب، لأنه هو الصوديوم فوت شحناته موجبة إلى داخل السيل ممبرين. فإذا هذا المقصود بين أن البولاريتي to be reversed، أنه الانسايد راح يكون positive. هاي البوزيتيف تشارجز، انتبهوا على الرسم، هاي البوزيتيف تشارجز then move from the adjacent part of the membrane to the area of negativity creating a local circuit of current flow between the depolarized area and the adjacent resting area of the membrane. اش احصل بيها هاي؟ انتبهوا علي. هسا انا هذا قلت هاي المكان مال الابلكيشن مال الستيمولس، هوني صار اكشن بوتنشال، تلاحظون البوزيتيف بغا كان ونيجاتيف جوا، هسا انقلبت الصوره، صار النيجاتيف بغا اوتسايد والبوزيتيف جوا انسايد. هوني ايش راح يصير؟ اللي بجنبه هو بوزيتيف، يعني هاي المكان مال الابلكيشن صار اوتسايد نيجاتيف والانسايد بوزيتيف، الادجيسنت اريا اليمه ستيل هو بوزيتيفلي تشارجد، تمام؟ فايش راح يصير؟ هاي البوزيتيف تشارجز، هاي بوزيتيف تشارجز من الادجيسنت بارت مال الممبرين راح تجي عليه من موف لمن
للاريا اوف نيجاتيفيتي تجي هوني، تمام؟ اريا اوف نيجاتيفيتي، فايش راح يصير؟ لوكال سيركت اوف كارنت فلو، لوكال سيركت، هذا اللوكال سيركت اوف كارنت فلو، قاعد يصير كارنت فلو بين من؟ بتوين الديبولارايزد اريا، هسه هذه ديبولارايزد اريا، تمام؟ والادجيسنت ريستنج اريا، هاي الريستنج اريا هاي بعدها ستيل ات ريست، فراح يصير لوكال سيركت، انتبهوا علي، لوكال سيركت اوف كارنت فلو between the depolarized area والadjacent area اللي هي resting area مال الممبرين. This spontaneous sequence of events كل ساعة راح ينعاد، هسا صار هذا depolarized هذا الجزء، تمام؟ مشيت صار local circuit، هذا هسا صار هذا depolarized هذا الجزء، بعده ايش راح يصير؟ هذا depolarized، هذا still at rest، هم راح يصير local circuit current flow بين هاي الاريا at rest وهاي الاريا depolarized، هم راح يمشي الكرنت فلو راح تمشي مكان الديبولاريزيشن، فهل spontaneous sequence of events will move along the unmyelinated axon in both directions towards its ends. نحو علينا الساعتا هاي بالمحصلة النهائية الصغني، هذا طبعا unmyelinated nerve. ايش صار؟ صار هوني spontaneous sequence مال events هاي اللي حكيتوها local circuit current flow راح يمشي بال both ends بالاتجاهين يمشي، شوفوا الى ان وصل ال both ends of the axon. زين هذا بال unmyelinated. زين بالmyelinated axon ايش راح يصير؟ تذكرون انا قلت من يكون النيرف مايلينيتد ايش معناته؟ ايش اكو معناته؟ اكو نوتس اوف رانفير، معناته اكو سالتاتوري كوندكشن، لانه الاكشن بوتنشال ويل جامب فروم وان نود اوف رانفير تو ذا اذر. دقوا علينا هذا مايلينيتد نيرف، ايش عطوا الشعون؟ هذه المايلين شيت، هذا الاصفر هذا مايلين شيت، تمام؟ يغلف لي الاكزن. ايش بيناتهم؟ بيناتهم هاي الكونستركشنز، تمام؟ هاي النوتس اوف رانفير، فالاكشن بوتنشال هون دخل عليها هاي النوتس اوف رانفير، فالاكشن بوتنشال بالمايلينيتد نيرف هو نوع كوندكشن سالتيتوري كوندكشن، اذا صار اكشن بوتنشال مثلا بهاي اول نود اوف رانفير ايش راح يصير؟ جامب يقفز على النود الاخرى، لانه المايلين شيت هو انسوليتر ما يسمح بالتبادل الايونات هوني، هذا انسوليتر، فاذا ايش راح يصير؟ اكشن بوتنشال بس باي المنطقه البير اريا اللي سميتوها نود اوف رانفير، فراح جامبينج الاكشن بوتنشال من ون نود اوف رانفير تو ذا اذر، وهكذا هذا النوع سميته انا سالتيتوري كوندكشن اللي هو about 50 times faster than the unmyelinated fiber. ليش؟ شرحته المحاضرة السابقة، يقفز الأكشن بوتنشال من ون نود إلى الأخرى، فراح يكون 50 مرة هو أسرع من النقل بالأنمايلينيتد. الإلكتريكال كرنت فلوز ثرو ذا سراوندينج إكسترا سيلولار فلويد أوتسايد ذا مايلين شيت أز ويل أز ثرو ذا إكسوبلازم إنسايد ذا أكزون، مثل ما حكينا من ون نود تو ذا أذر، يعني هسه أنا هون كرنت فلو بس بالنود قلنا، يعني هسه هاي النود صار بيها current flow، صار بيها كان قبل at rest هذا positive outside ونegative inside، حاله حال الان myelinated، بس اشنو الفرق؟ بس هاي البير اريا هوني بس النود of رانفير راح يصير بيها action potential، هذا المقصود، انه هذا المقصود بهذا الكلام، فايش راح يصير؟ صار هوني action potential، دخلوا علينا current flow، علينا هوني تكون action potential. هذا الكرنت فلو راح بين ون نود والاخرى، تلاحظون فاكسايتنج سكسيسيف نودز ون افتر انذر، اشقد عندي نودز يعني راح يسوي مثلا جنريشن هوني من الاكشن بوتنشال، صار كرنت فلو بالنود اللي بعده وهكذا، يعني فروم ون نود تو ذا اذر راح يقفز الاكشن بوتنشال. زين